السيتي بيتعثر امام نيوكاسل بعد مباراه اعتقد ان نيوكاسل ادى فيها بشرف وادى فيها بقوه كبيره جدا، لكن كلنا شفنا المفاجاه كانت في مباراه تشيلسي وويست هام لما ويست هام قدر انه يخطف الفوز من تشيلسي على ملعب ستانفورد بريدج. ستانفورد بريدج دي تاني مباراه لتشيلسي مع فرانك لامبارد يفشل فيها بالتسجيل، لكن أول مباراة على ملعب ستانفورد بريدج يفشل فيها نادي تشيلسي بالتسجيل على ملعبه وسط جمهوره. ويست هام كان عنده مشكلة كبيرة جدا الأيام الأخيرة بعد طبعا إصابة فابينسكي الحارس الأساسي، بقى عنده مشكلة في حراسة المرمى، لكن كلنا شفنا دموع الحارس يعني بعد ما تألق وبعد ما قدر إنه ينقذ فريقه وقدر إنه لم يستقبل ولا هدف وقدر إنه يحافظ على الشباك علشان ويست هام تفوز بالمباراة، وثلاث نقاط غالية جدا جدا على نادي تشيلسي. مورينيو ونادي توتنهام ومباراة مهمة جدا جدا، والمكسب الثالث على بورنموث، المكسب الثالث لمورينيو علشان نوضح بالضبط كلامنا، والمكسب الثاني على التوالي في دوري الإنجليزي، المكسب الثالث بعد مباراة أولمبياكوس في دوري الأبطال. مورينيو موسوعة، مورينيو واضح جدا انه اشتغل على نفسه في الفترة اللي ما كانش موجود فيها في التدريب، غير الطاقم المساعد بالكامل علشان يستعين بالشباب، والشباب يعني الامكانيات يعني القدرات يعني الطموح في اثبات الذات، علشان كده مورينيو متألق جدا مع توتنهام بل وهيتألق اكثر واكثر. هل مورينيو هيدعم في شهر يناير؟ هل مورينيو هيقدر ان هو يعني يجلب المزيد من اللاعبين لصالح نادي توتنهام ولا لا؟ طبعا دلوقتي توتنهام بقى سنتر للعيبه كلها علشان يكونوا موجودين، دايما اللعيب بيحب ان هو يروح نادي او بيحب يروح نادي لسببين، اول سبب المدير الفني، ثاني سبب لتاريخ النادي، وانا اعتقد ان السبب الاول هو الاقوى في نادي توتنهام. ارسنال بعد ما اعلن رسميا رحيل يوناي امري وقدوم لوينبرغ اللاعب السابق اللاعب التاريخي لنادي أرسنال، بيفشل في أول مباراة لي وبيتعادل مع نورويتش سيتي القادم من دوري الدرجة الثانية. طبعا يعني لوينبرغ حاول عايز يثبت نفسه وعايز يكمل في تولي المسؤولية، أرسنال لسه مش عارفين هل هيتعاقد مع مين الأيام اللي جاية، لكن أكيد بعد رحيل أرسن فينجر مفيش شك أن أرسنال خسر كتير جدا، خسر عدم الاستقرار، خسر شخصية أرسنال اللي كنا متعودين عليها، لكن لوينبرغ بيفشل هو وميرت سكر المدرب المساعد في خطف الثلاث نقاط من نورويتش والاكتفاء بالتعادل. يتحسب بيه أنه هو كان بيعود في المباراة وحاول حتى وصل للتعادل، لكن التعادل ليس كافي بالنسبة لكل جمهور أرسنال. اليونايتد أيضا وتعادل محبط مع أستون فيلا، تريزيجيه بيشارك في أول 18 دقيقة مكان نور غازي، ويعني يعني زي ما حضراتكم متابعين اليونايتد من أسوأ لأسوأ، اليونايتد بيكمل سلسلة الفشل هو كمان، أرسنال واليونايتد فشل كبير جدا جدا بيمر بيهم للأسف للأسف، اثنين من أكبر الأندية اللي موجودة في إنجلترا وفي العالم، لكن يتدهور بيهم الحال علشان ليفربول والسيتي هم اللي يخطفوا الأضواء وهم اللي يكونوا كبيري الكرة الإنجليزية. لكن السؤال الأهم يعني الخاص بمانشستر يونايتد، هل إدارة مانشستر هتسكت على الأداء المخيب وعدم الإقناع من قبل سولشاير، ولا الصور اللي احنا شفناها والكلام اللي كان على مسؤولية الديلي ميل إن سير أليكس فيرغسون بعد مباراة شيفيلد ومانشستر يونايتد اتكلم في الخباثة كده على جنب مع مدرب شيفيلد، هل بيتكلم معاه بيثني عليه بيثني على أدائه، ولا بيتكلم معاه وبيجس نبضه بلغة الكورة علشان يشوف مدى إمكانيته في تولي المسؤولية لنادي مانشستر في أقرب وقت؟ ده بالنسبة للدوري الإنجليزي. دوري الأسباني طبعا فوز الريال أمام ديبورتيفو ألافيش فوز مهم جدا بنتيجة 2-1، كريم بنزيما بيتألق مع الريال كالعادة، لكن التألق الأكبر كان في القمة اللي على ملعب واندا متروبوليتانو اللي هنتكلم عليها في فقرة الأخبار، وهنتكلم على إحصائياتها وهنتكلم على أرقامها. اللي حصل إن تير شتيجن 70% من قوة برشلونة في مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة. أول مباراة برشلونة يفوز
بيها على ملعب واندا متروبوليتانو، ايضا المباراه الاولى لميسي ليسجل فيها على اتلتيكو مدريد في ملعب واندا متروبوليتانو، علشان نشوف مباراه تير شتيجن بيتالق فيها وميسي بينقذ نادي برشلونه من التعادل وبيكمل برشلونه في المنافسه مع ريال مدريد في الصداره ب 31 نقطه لكل فريق. لكن هل بعد تالق تير شتيجن في اليورو 2020 مين هيكون حارس مرمى المنتخب الالماني؟ المتالق تير شتيجن اللي بيثبت للجميع انه الحارس رقم واحد في العالم، ولا مانويل نوير التاريخ والعظمه والكبرياء للكره الالمانيه وخليفه اوليفر كان؟ ده الخيار اللي هيكون مهم جدا جدا. قال خواكيم لوف هيكون في حيره، هيلاعب مين؟ الاثنين بيحرجوه بشكل كبير جدا، لكن الاحراج الاكبر كان بالنسبه لتير شتيجن حارس برشلونه اللي شال امبارح كرات اعتقد انها كفيله بخروج برشلونه مش خسران مش باقل من هدفين او ثلاثه. الدوري الالماني وخساره البايرن وبروسيا دورتموند بالنسبه لي يعني صدمه كبيره جدا، ووصول لايبزيج الى الصداره الالمانيه في الدوري الالماني في مرات قليله جدا جدا ومعدوده على الاصابع. كان ممكن مونشن جلادباخ عفوا هو المتصدر بقاله فتره كبيره جدا مش متصدر، لكن بيتصدر في الوقت اللي يعني العملاقين هم اللي بعاد تماما عن الاضواء والشهره. لوسيان فافير المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند يعني بيواجه شبح الاقاله. ايضا الناحيه الثانيه في البايرن بعد كوفيتش والاقاله اكيد طبعا كلنا شفنا في تذبذب في عدم اتزان لنادي البايرن، وده اللي احنا هنحاول نعرفه. البايرن هيكمل بالمدير الفني المؤقت لحد امتى؟ امتى هيكون في اعلان عن اختيار المدير الفني الجديد لنادي بايرن ميونخ؟ لكن مونشن جلادباخ اكيد بيقدم موسم رائع. لايبزيج في المركز الثاني مفيش شك ان هو بيقدم موسم رائع جدا. عجبني الاداره اللي موجوده في فريق لايبزيج، الاداره الشاطره، الاداره الواعيه اللي بتعرف ازاي ان هي تعمل مانجمنت او تدير او تسوق اللعيبه اللي موجوده وتسوق ايضا كل المنظومه لصالح الفريق. علشان كده الدوري الالماني نتمنى ان هو يكون مختلف هذا الموسم. في النهايه طبعا العملاق البافاري على عيننا وعلى راسنا، واحد من اكبر الانديه اللي موجوده في العالم. ايضا بروسيا دورتموند والكره الجميله الفيستيفالز وكراتهم الجميله جدا، لكن الدوري الالماني هل لايبزيج يقدر؟ هل القوه الشرائيه الماليه اللي بتتحكم في نادي لايبزيج مع الاصرار والعزيمه اللي موجود عند مونشن جلادباخ اللي اعتقد يعني الوصول للقمه سهل زي ما حضراتكم عارفين، لكن انك تحافظ على القمه ده شيء صعب شويه، محتاج شويه مجهود، لا محتاج شويتين ثلاثه اربعه. علشان خاطر كده دايما بنلاقي ان فرق صغيره بتطلع للصداره، لكن مين اللي في الاخر بياخد الدوري؟ اعتقد حضراتكم بتشوفوا، حضراتكم يعني بتتابعوا ان الفرق الكبيره بالتاريخ بالخبره باللعيبه بنوعيه اللعيبه اللي موجوده بيقدروا ان هم يحسموا لقب الدوري في النهايه. الدوري طيب يعني الدوري الالماني في الاخر يعني في الكنترول بيقولوا لي اسماء فرق انا مش هقدر اقولها عشان خاطر يعني صعب، انا بقول لهم صعب، لكن انا اتحداكم ان في الاخر في الدوري الالماني معروف يا البايرن يا بروسيا، علشان صعب جدا ان في الظروف الحاليه يتفوقوا. طيب بيقولوا لي باير ليفركوزن اللي هياخد لقب الدوري الالماني يا اما فرايبورغ. فرايبورغ او باير ليفركوزن حضراتكم تتفقوا معاهم ولا تتفقوا معايا؟ دي حريه شخصيه بتاعتكم، لكن انا بقول يا البايرن يا بروسيا بقيمتهم الكبيره بالقوه اللي موجوده عند لعبتهم في المنتاليتي والشخصيه. الدوري الايطالي بقى بالنسبه لي السنه دي غير تماما كل سنه، كل سنه كان بيكون دوري ممل جدا. ان اليوفنتوس مع كامل الاحترام والتقدير لكل مشجعي اليوفنتوس اللي بيكون متصدر من اول يوم لحد اخر يوم، نابولي بيتخانق شويه مع يوفنتوس ويعافر معاه لحد وقت كده معين نلاقي يوفنتوس ادى نابولي كتف ويوفنتوس هو اللي متصدر وبياخد لقب البطوله قبل النهايه بثلاث واربع وخمس اسابيع. محدش بينافس يوفنتوس لحد ما جه المرعب المنقذ للكره الايطاليه انطونيو كونتي.
المدير الفني لنادي انتر 14 مباراة حقق منهم 12 فوز. 12 فوز لأول مرة في تاريخ انتر في بطولة الدوري الإيطالي. يبدأ 14 مباراة ب 12 فوز، يعتلي قمة وصدارة الدوري الإيطالي بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس اللي يعني بيتعثر في مباراته أمام ساسولو. اليوفنتوس مع ساري غير يوفنتوس مع أليجري. يوفنتوس مع أليجري كان بيفوز، كان في شكل، كان في رضا من جمهور اليوفنتوس اللي أنا متابعه في فيسبوك وفي تويتر. لكن مع ساري موضوع مختلف تماما، موضوع مختلف جدا 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 جدا. مفيش شكل، مفيش يعني تناغم، مفيش انسجام، مفيش رضا من اللعيبه، اللعيبه كلها متضايقه. انت ممكن تكون مدرب شاطر، مدرب بتعرف تتعامل مع لعيبتك، مدرب بتعرف تخلي لعيبتك تنفذ كل اللي انت عايزه باقل مجهود، وممكن اللاعب ما يلعبش ويكون مبسوط ويحب زمايله ويتمنى الفوز لفريقه. محدش يقول لي الكلام ده بيحصل في الانديه، اقول لهم معلش احنا بشر في الاول وفي الاخر، وكل اللعيبه اللي موجوده نفسها تلعب. ممكن واحد يتمنى الخساره اكيد، الله اعلم، بس اكيد بيكون في انا فريق يخسر علشان المدرب يكون عارف ويكون حاسس ان انا لما هلعب ده مش هيحصل. الكلام ده في الاحلام طبعا، كل حاجه بيكون قدر ونصيب من ربنا سبحانه وتعالى، لكن المكسب والخساره ده بيكون مجهود تعمل عليك وممكن تفوز، وده اللي بيكون طبيعي. يا اما ربنا ما بيضيعش مجهودك وفي الاخر بيكافئك، يا اما ما بتعملش اللي عليك وبتخسر، ده اللي بيكون في معظم الفرق زي ما بنشوف. لكن طبعا في حظ وفي كلام كتير على جنب انا عارفه، وفي تحكيم وفي زي ما احنا شفنا في ماتش الاهلي كده، الحكم ربنا يهديه يعني. هنشوف ان شاء الله كده الاتحاد الافريقي عشان يعني ياخد عقوبه كده حلوه يعني. لكن الموضوع مختلف. فساري انا شايف ان هو بعيد كل البعد عن احلام وطموحات جمهور يوفنتوس اللي بيكتب يا عيني رايه وبيفضفض سواء على الفيسبوك او على تويتر. لكن اليوفنتوس بعيد، اليوفنتوس بعيد. روما بيفوز 3-1، ميلان بيفوز على بارما 1-0، مش عارف ازاي يعني. ميلان غريب جدا ممكن يخسر على ملعبه من فرقه ضعيفه، طبعا انا بتكلم بالنسبه لحجم ميلان وحجم الفرقه الاخرى، لكن الميلان بيفوز 1-0 على بارما بره ملعبه، وده اللي بالنسبه لي غريب يعني. انا بالنسبه لي غريب ان لما روما لما الميلان عفوا يفوز بره ملعبه انا مبسوط وزعلان. مبسوط ان الميلان بيعود ومكسب يفوق الميلان، وزعلان ان الميلان ما بيعرفش يكسب على ملعبه يعني سانسيرو، ملعب كبير جدا وشهير جدا، وبيخسر بره ملعبه. لكن الدوري الايطالي زي ما قلت لحضراتكم غير، وهنتابع الكلام ده من خلال النتائج والمباراه. طبعا زي ما قلت لحضراتكم تاني افكر حضراتكم قبل ما نروح لنتائج الدوريات، وقبل ما نروح كده يعني معانا شويه تليفونات كده ان شاء الله نحاول نجيبها علشان نتكلم مع ضيوفنا على رايهم في اللي بيحصل في الدورات العالميه والبالون دور. الحفله حاليا بتقام على مسرح شاتلي في فرنسا، في مدينه باريس عاصمه فرنسا عاصمه النور. ومحمد صلاح في اخبار كتيره بتقول ان محمد صلاح مش هيكون موجود في الجائزه، هل بسبب انه عرف انه مش هيكون من ضمن اول ثلاثه، ولا محمد صلاح يعني 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 محمد صلاح اعتقد ان الموضوع بالنسبه له يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله كده ربنا يكرمه بس ويحصل على لقب في الاول وفي الاخر، هو بيمثل مصر وبيمثلنا كلنا، فاحنا كلنا عندنا يعني عندنا يقين في محمد صلاح انه في يوم من الايام هيحقق اللقب.